الثقافة حلم لكل فتاة وشاب في مختلف مراحل العمر، ولكن في بعض الأحيان تكون الطرق البديلة لإنقاص الوزن مرهقة نتيجة لاتباع أنظمة غذائية قاسية لفترة طويلة أو ممارسة رياضات عنيفة بشكل أسبوعي. طبعاً بيعاني كثير من الناس من مشكلة السمنة، وهو ده مرض العصر، وطبعاً هنلاقي كثير من الأمراض مرتبطة بمرض السمنة. فبالتالي محتاجين ان احنا نشتغل، او الناس محتاجه حل بديل عن مشاكل التنحيف وما الى ذلك. عندنا في مركز الوزن المثال الطبي عندنا طرق حديثه لتخفيف الوزن، منها ان احنا بنشتغل على اللايف ستايل، نظام الحياه، ان الناس ملت من موضوع الدايت وان انا هفضل طول عمري اعمل دايت. فبالتالي بنعمل برنامج غذائي لايف ستايل، برنامج غذائي بدون حرمان، ما فيش اي مشاكل، يحتوي على كل العناصر الغذائيه اللي محتاجها الجسم. وما قد يزيد الأمر صعوبة عدم وجود تناسق بين مناطق الجسم المختلفة، وهنا يأتي دور جلسات تفتيت الدهون كحل سهل وسريع لتنسيق القوام وشد الجلد دون جراحة. وفي هذا التقرير سنتعرف على أحدث الأجهزة لتفتيت الدهون. أجهزة تكسير الدهون وناحة الجسم عندنا في مركز الوزن المثالي الطبي جهازين كويسين جدا. طبعا في الأجهزة القديمة اللي هي الكراي والكابيتيشن والألترا ساوند والراديو فريكوينسي، ده كانوا مستهلكين شويه او عندهم او من فتره طويله، ولكن احنا ابتدينا ندخل الاجهزه الحديثه كتير علشان الناس تشوف نتيجه بسرعه، لان لما الشخص يبتدي يعمل برنامج غذائي ويشوف السايز بيختلف معاه، شكل جسمه بيتغير، فبيكون الحماس بالنسبه له اقوى، وبيكون عنده القوه والصبر والمثابره ان هو يكمل البرنامج بدون توقف. عزيزي المشاهد، تذكر دائماً أن أجهزة التخسيس ليست الحل الأمثل لإنقاص الوزن، ولن تجد نفعاً دون اتباع نظام غذائي صحي والقيام ببعض النشاطات اليومية للحصول على فائدة كاملة.